للتعليق على الموضوع معي الدكتور المنصف اليازغي الباحث في السياسات والقوانين الرياضية من الرباط. سي منصف مرحبا بك. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع اعتبر أن حرمان المنتخب المغربي من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان التي تحتضنها الجزائر والدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين أمر مؤسف جدا، وهو نفس ما عبر عنه سواء المدرب أو حتى لاعبو المنتخب المغربي وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تقرأ أنت ما حصل، خصوصا وأن الجامعة الملكية المغربية سلكت تقريبا جميع الطرق ليتمكن المنتخب المغربي من المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية؟ لا يمكن لهذا الأمر إلا أن يكون مؤسفا، وهو تعبير واضح وصريح وحتى هو يلخص كل شيء. لماذا؟ لأنه في عمق الأشياء وفي عمق وأصل المنافسات الرياضية هي تأسست من أجل التجميع وليس التفريق. وحتى المحاولة الأولى التي جرت في إفريقيا من خلال إطلاق ألعاب عربية ألعاب إفريقيا وأيضا إطلاق المنافسات الإفريقية كان الهدف هو جمع الأمم الإفريقية فيما بينها. وبالتالي عندما نقول احتضان أي دولة لكأس إفريقيا أو كأس العربية أو كأس قارية أو كأس إقليمية، فهو الهدف بالأساس هو تجميع تلك الأمم حول منافسات رياضية تؤمن بالفوز وتؤمن بالخسارة وتؤمن بقواعد التنافس الشريف. ده ما لاحظناه اليوم هو مؤسف بطبيعة الحال. بالنسبة للمغرب، سيكون المغرب مرتاح الضمير. لماذا؟ لأولا سلك جميع المسالك وجميع الطرق التي تخول له المشاركة، ولم يقل يوما بأنه يرفض المشاركة. هذا الذي لم ينبس به المغرب سواء كجامعة أو كأعضاء أو حتى كإعلاميون، لم يقل أحد أنه لا يريد المشاركة، بل نريد المشاركة وفق قواعد تسهل لنا الحضور في هذه المنافسة. فكان أول رسالة وجهت إلى الكاف بتاريخ 22 دجنبر، أي أزيد من أي 21 يوما قبل انطلاق المنافسات التي تنطلق اليوم بالجزائر. وبالتالي كان الأمر متاحا للإخوة بالجزائر من أجل أو إيجاد صيغة مثلى من ضمن مشاركة منتخب يمثل دولة سجلت حضورا كبيرا في كأس العالم، وعدة دول تطلب ودها من أجل الحضور في مباريات ودية، وعلى الأقل اسم المغرب أن يكون حاضرا في الوقت الحالي في أي تظاهرة فهو تشريف لها. تشريف لها. المغرب سلك أيضا طريق الثاني، وهو بتاريخ 27 دجنبر رئيس الجامعة يعلن بعد اجتماع المكتب التنفيذي وبعده أيضا بعد اجتماع المجلس الحكومي بأنه المغرب مطالبه واضحة، لا يريد طائرة خاصة بل يريد خطا مباشرا، إذ لا يعقل أي عاقل في سنة 2022 لا يقبل أن تكون دولة مدة الوصول إلى مدينتها حوالي ساعة وربع أو ساعة ونصف، وأن يضطر يتوجه إلى دولة أخرى من أجل أن يقضي 10 ساعات في المجموع باحتساب التوقف في تونس. إذن أمر لم يكن مقبولا بالنسبة لمنتخب منتخب مغربي لديه الإمكانية كاملة للتوجه بطائرة الخطوط الملكية المغربية التي هي الناقل الرسمي، وبالتالي المغرب دفع في اتجاه أن يصل إلى هذا الأمر. بعد ذلك كان هناك تسويف، ونحن لم نتحدث عن طلب رد من اللجنة المنظمة للكأس إفريقيا المحلية، بل نحن طلبنا الرد من الكاف باعتبارها هي المنظم الأساسي لهذه التظاهرة. فكان رد الجزائريين ربما كان خارج السياق ولا علاقة له بالطلب المغربي، ما أنه ذلك الرد هو محصور بجغرافية الجزائر ولا يتعدى حدود ذلك، وبالتالي المغرب كان ينتظر طلب رد الكاف التي كان ردها يعني كان قبول الطلب على مستوى المبدأ كان مقبولا. الآن عندما نتابع المشاهد التي تابعناها في مطار الدولي الرباط سلا، ربما يعني نطرح سؤال، هل هذا هو المطلوب من المنافسات الرياضية؟ سيدتي في السابق في أثينا وإسبارتا وعندما انطلقت على أولمبيا في السابق كانت تتوقف الحروب من أجل إتاحة الأمر للمنافسات الرياضية. الآن نغلب الجانب السياسي على الجانب الرياضي ونجهد دورة. صح دكتور منصف، تحدثت عن الكاف وصحيح أن الجزائر هي من تنظم النسخة السابعة من الشان، لكن ماذا تقول قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره طبعا الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقية للاعبين المحليين؟ أولا هذه الحالة غير مسبوقة. هذه الحالة غير مسبوقة في تاريخ المنافسات الرياضية، لأنه هي وبالتالي ليس هناك تأصيل قانوني لها بشكل واضح، بل دائما تكون هناك إشارة في دفاتر تحملات المنافسات الرياضية على ضرورة تسهيل البلد لحضور المنافسات الرياضية وتسهيل حضور جميع الضيوف.
الآن سيكون هناك تأويل لهذه الحالة على أساس أنه لكل أن يدفع بدفوعاته. هل المغرب قصر في هذا الأمر أم الدولة المضيفة أم الكاف؟ وفي هذه الحالة يتوجب أن أشير بأن المغرب اتخذ جميع الإجراءات التي تبرئ ساحته بما فيها حتى إبداءه الاستعداد للرحيل صوب الجزائر ومراسلاته السابقة للكاف، وأيضا وهذا هو الذي ربما لم ينتبه إليه البعض، الرسالة الموجهة من المصالح الدبلوماسية بالجزائر المغربية بالجزائر التي أرسلت إلى وزارة الخارجية بالجزائر تطلب منها وضع أو منح المغرب الترخيص من أجل أن تحل طائرته بقسنطينة. إذن المغرب استوفى مختلف الإجراءات، استوفى مختلف أشياء، يبقى بأنه في حالة وصولنا إلى العقوبات أو وصولنا إلى مبدأ الجزاءات سيكون هناك تأويل قانوني وستكون معركة كسر العظام، هذا هو التعبير الصحيح لها، بين المغرب والكاف من أجل تبرئة ساحته وبين الكاف والجزائر من أجل إثبات أنها فعلا إن كانت محقة فلها ذلك، إن لم تكن محقة فهناك عقوبات ستسري وأيضا ستؤثر على أيضا صورة الجزائر في احتضانها للتظاهرات المقبلة، لأنه لا يعقل 2023 ونحن نتحدث عن بلد يرفض استضافة بلد آخر ويرفض تسهيل المأمورية أمامه في الوقت الذي عشنا في قطر، دولة مثل قطر قامت بجميع التسهيلات وأكثر من أجل ضمان راحة 32 منتخبا، في حين أنه دولة جارة ترفض حضور بلد جار بتسهيل بسيط لأنه رحلة وصلت الفكرة. الدكتور المنصف اليازغي الباحث في السياسات والقوانين الرياضية كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.